طبعا مع بداية هالحلقة وهالأسبوع بدي أتقدم للبنانيين عموما والمسلمين خصوصا بأحر التهاني بالأضحى المبارك. مثل العادة دايما بنتمنى أنه الصحة للجميع، نتمنى السلام والاستقرار والبحبوحة للبنانيين، وإن شاء الله هالعيد بيحمل معه كل أمل وخير وسلام، لأنه كلنا بحاجة لأمن وبحاجة لاستقرار، بحاجة لبحبوحة ولسلام. ما في إلا الأعياد هي يلي بتجمعنا، وإن شاء الله دايما جامعتنا كلبنانيين مسلمين ومسيحيين. متابعة. بمتابعتنا لليوم نرجع نكون مع اتصال مباشر مع رئيس اتحاد النقابات عمال النقل في لبنان الأستاذ مروان فياض. يعطيك العافية. صباح الخير ست ربيكة لك ولأسك لذاعة وبصبح المستمعين الكرام وينعاد عليهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. نحن نتمنى كمان لكل السائقين اليوم أضحى مبارك، وإن شاء الله بينعاد عليهم ومع عيالهم. نقيب، من أسبوع حوالي الأسبوع حكينا شوي عن لوحات عمومية اللي نزلتهم وزارة الداخلية واللي كان في بعض الإشكالات بموضوعهم. اليوم نعم. عرفت أنه في شيء جديد عند النقابة عند الاتحاد. طبعا صرتنا هذا المشروع إنزال لوحات على السوق ب 15,000 لوحة تاكسي و 15,000 لوحة ميباص. هذا المشروع مش بحق السائقين العموميين، نعملوا المشروع لا دراسة ولا أي دراسة عمل إذا السوق اللبناني بحاجة إلى لوحات عمومية أو لا. نحن عنا بلبنان 33,400 تاكسي، عنا 4,000 مينوباص. هذا المشروع يخدم الشعب اللبناني ويخدم السائقين العموميين؟ أكيد لا. اليوم ستة بنشوف أنه ببلد مثل ألمانيا قد لبنان على 10 مرات فيها 56,000 لوحة عمومية، بلد مثل الأردن 11 مليون نسمة فيها 17,000 لوحة عمومية. نحن بلبنان 5 ملايين نسمة، 10,452 عندنا 33,400 لوحة، وزيادة علينا هلا 15,000 لوحة تاكسي ومينوباص. هل لبنان يحمل عدد هذه اللوحات؟ أكيد لا. اليوم ما عملوا حساباتهم إلا بحساب المالية إنه هذا المشروع يجلب أموال لخزينة الدولة. بالعكس، هذا المشروع هو لإفقار الشعب اللبناني وإفقار السائقين العموميين بالتحديد. بس كمان في شغلة نقيب، يعني هل نعم. هالمشروع إنزال هاللوحات ما بياخدوا كمان الشاحنات اللي أخذت رخص للنقل الخارجي وبتشتغل داخل وما قدرت قالوا مننزل لها اللوحات عمومي هيك بتقدر تشتغل بالداخل، هيدا الشيء مرتبط فيهم ولا لا؟ إيه أكيد مرتبط فيهم ستنا، هذا مش حل لهم كمان؟ هي ستنا هي الدولة رخصت لهم، هي الدولة تحمل مسؤولية. عال هي رخصت لهم للخارجي، بتعرف النقل الخارجي اليوم بدهم يشتغلوا بالداخل، ما لقيت لهم طريقة إلا تنزل لوحات العمومية. إيه بس ستنا خليني حاسب المسؤولين اللي نمروا قبل على أصحاب الشاهنات والأصحاب الصاريج خصوصي، خالفوا القانون لأنه بقانون السير ممنوع يسجل صاريج خصوصي وممنوع يسجل شحن خصوصي او رحله خضراء. يخالفوا المسؤولين، يخالفوا وزير الداخليه لاسبق، مش على حساب الشعب اللبناني وعلى حساب اصحاب الشاهنات واصحاب الصاريج مثل ما عملوا بالتاكسي. هلا 15,000 لوحه تاكسي و15,000 لوحه مينيباص، يعني شيء ما بيخدع العقل، ما بيصدق العقل انه لبنان هل يستوعب هذا العدد الكبير من الرحلات العموميه؟ اكيد لا. اليوم المشروع بالدرجه الاولى ستنا انا بدي احكيها على المكشوف الدولة انه هذا المشروع بيجيب مليار ونص للخزينة اللبنانية، ما اخذوا بعين الاعتبار حاجة السوق. مفروض على الدولة اللبنانية كانت تعطي حوافز السائقين العموميين اعفاء من الميكانيك والجمرك ورسم التسجيل، مفروض كان يعطوهم حوافز في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تفعيل عمل التفتيش بالضمان الاجتماعي، زيادة التعويضات، زيادة التعويضات العائلة بالضمان، زيادة الانتاج بالضمان الاجتماعي. يعني هاي الكلمة ما عرضتهم، اجوا عملوا هالمشروع لا دراسي ولا شيء. نحن ما حكمل العدد اذا السوق اللبناني يجي لوحات عمومية نحن السوق، ولكن خلى الدولة اللبنانية وزارة التغريب بالتحديد خلى تعمل دراسة نحن وياهم على الارض اذا لبنان بحاجة لوحات عمومية ان كان تاكسي او مينوباص نحن مستعدين نوافق، ولكن انزال هالعدد الكبير على السوق نحن رافضين. طيب. ونحن باتجاه بقية النقيب رئيس نعم. انتو باتجاه شو؟ باتجاه المجلس الدستوري بالطعن بهذه القانون.
بدكم تطعنوا بالمجلس الشورى؟ طبعا 100% مجلس دستوري ستنا. مجلس دستوري. كل نحن ماشيين على الاخر. طيب كل الاتحادات متفقه على الطعن ولا انتم بس كاتحاد نقابات السائقين وعمال؟ نعم نحن كاتحاد عام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان مع نقابه اصحاب الشاحنات في مرفأ بيروت فقط لغير بقيه النقابات والاتحادات هي ماشيه بالمشروع. نحن ضد المشروع لانه نعمل فيه صفقه وادخال اموال على خزينه الدوله على حساب السائقين اللبنانيين. نحن نرفض هذا الكلام جملة وتفصيلا، وخاصة نحن على أبواب شتى، على أبواب جامعات ومدارس. هلأ شوفير التاكسي عم يشتغل 12 ساعة ل 18 ساعة ما عم يطلع يومي 50,000 كمان. هلأ كمان يعني على صعيد آخر حدا اتصل فيه نهار الجمعة وعم بيقول لي بالنسبة لأوبر يعني بتاخد 25% و3 دولار على التوصيل، لأنه هيدي كمان مين يعني هل أوبر فاتي مع السائقين العموميين أو التاكسي الخاص ولا شو؟ مين بيحدد لها؟ شركة أوبر غير شرعية وغير قانونية، صحابة يهودي. اليوم أنا بذكر من مدة قبل ما يفل وزير الداخلية وهذا مشروع مع حفظ الألاف طلع على الام تي في وعطى أمر بإقفال هذه الشركة غير مرخصة قانونيا، وهذه الشركة صحابة يهودي وعم ترسل فواتير بالعبراني للزبونات في لبنان وتتهرب من الأموال من الضرائب للمالية وتتهرب من أموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كل الأموال التي تفوت للشركة على المصارف حكما عم تطلع الدولارات للخارج، يعني عم تتهرب من جميع الضرائب. بس وعليها دعوة، عليها دعوة زتنا بالمحكمة بالمحاكم شركة أوبر. طيب هذا موضوع اكيد لازم الدوله هي اللي تتابعه، لانه انا اللي متصل فيه احد السائقين كنت تركت كنت طلعت عن الهواء وقلت له عرفت انه حضرتك معي اليوم قلت انا بسالك عنهم، لانه هو عم بيقول انه طيب كيف بيشتغلوا هن اذا بياخذوا لهم من 25% من يلي بيطلعوا محددين لهم 3 دولار بس، ويعني بينما عم ياخذوا عموله 25%. ايه مزبوط هن التاكسي 100% التليفير عم ياخذ تاكسي شوفير تبع اوبر عم ياخذوا منه 25%. يعني ما بقى له شيء. شو اللي طلع الشوفير؟ ما هذا هذا وين وزارة الداخلية؟ هو هذا اللي عم بيعترض عليه هذا الشخص اللي اتصل. بكل الحالات وصلنا عليها دعوة، عليها نعم. دعوة بالمحكمة. نعم. بالقضاء عليها دعوة شركة أوبر. برجع بعدلك شركة يهودية 100%. تتهرب من ضريبة المالية وتتهرب من ضرائب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. طيب. وكل أموالها تذهب للخارج فورا. طيب هلأ كاتحاد أنتو كاتحاد عام لنقابات السائقين وعمال وكنقابة مرفأ تقدمتوا لدى المجلس الدستوري ولا ناطرين نهاية العطلة الأضحى؟ لا كل شيء تحضر ستنا ونهاية العيد الأضحى حتكون تقديم الطعن بمجلس الدستوري إذا أردت. نحن صرنا جاهزين لتقديم الطعن إذا أردت خلال 48 ساعة بيكون الطعن مسجل المجلس الدستوري. أوكي. أنا بشرك نائب مروان فياض وطبعا اتصالاتكم على 04-444-444 بيخد أول اتصال. ألو ألو أهلا يعطيك العافية. أهلين كنت حابب أحكي معك بموضوع تنمية لبنان. إيه تفضل بعد ما صار شيء معكم. إيه لا ما صار شيء بس نحن صرنا من 2000 تقريبا ونحن ب 2019 حتخلص ومصرياتنا يعني اللي كانوا مثلا بوقتها لهم قيمه هلا ما لهم قيمه من مره وكنا صرنا ختياريه وكبار وحذفت اربزنا بس يعني موضوع انه يحركوني شوي على الاعلام حتى يعطونا هالمصريات في عندنا 100 شغله و100 عمله نعملها. هيدا حقكم على كل حال انتم امنتوا بالدوله ودعمتوا يعني من خلال العون اذا بدي اسميها التعاون، ولكن للاسف الشديد اللي كانوا قيمين على الموضوع بوقتها اخلوا بالموضوع وانتم طلعتوا الضحيه. وانا من الاشخاص يعني اللي كنت تبع قضيتكم ويلي دائما عبر هالبرنامج هيدا عم نضوي عليها وعم ضم نذكر فيها. ان شاء الله هلا بعد عطله عيد الاضحى بنرجع بنشوف كمان شو صار وهل في من جديد. اهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. الو تفضلي. بونجور يعطيك العافيه. اهلا. انا عندي شكوى بخصوص بلديه برج حمود. ايه شو عندك؟ صار لهم السلسله سنتين ولهلا نعم. بعد ما قبضوا شيء يعني عمال بلديه برج حمود. ايه بلديه برج حمود يعني كل شهر بيوعدهم وما بيسترجي حدا يحكي يعني بخافوا لانه نصهم مش مثبتين. هلا ما بدي اشوف اذا السلسله بالطاليه اللي مش مثبتين بدي قالوا لهم امبلا لحتى المثبتين ما حدا قبض. طيب خلينا نشوف شو القضيه وليش تاخير.
أهلا فيك. فاصل ومنتابع. منتابع الحل عنا عبر الام تي في وباخذ كمان اتصال جديد. الو. الو. اهلا. مرحبا. مرحبا. شتروبيكا. نعم. معك امين الرملي من بسكنتا. اي اهلا. في عندي خط تليفون ببسكنتا معطل من سن شهر شباط. هلقد؟ اتصلنا 20 مرة بأجير وبالوزارة. إيه ما عم بيصلحوا لي. شو رقمه؟ 250-910. اوكي. يلا. ليك هلأني اليوم وبكرة فرصة لبعد بكرة إذا الله راد. أهلا فيك. كمان اتصال. ألو. بونجور ستنا. بونجور ست ربكة، عم بحكيك من عند أبو إبراهيم بو حيدر. شو اليوم ولد المنطقة؟ أهلا وسهلا. الله وكيلك إهمال قد ما بدك. شو عنا؟ نحن عنا قضية الطريق. صرف الصحي عم بيشتغل صاروا سنة. مظبوط. تلينا وحل بالشتي وتلينا هلأ غبرة وخلص ولحديت هلا بعد ما حط الزفت. ليك مزبوط، وانت بتعرف انه قضية المتعهد يلي اخذ الصرف الصحي بالمنطقة كتير كان الشغل تبعه ما كان على مثل ما كنا بنتمنى. عندك علم بذلك؟ عندي علم بذلك وتابعناها حتى بالبلدية بآخر اجتماع للبلدية، ورئيس البلدية بوجه له تحية بليت بسكنتا جورج علم. سيد جورج علم هو أخذ على عاتقه زفت أول مرحلة، يعني إذا لاحظت من بسكنتا للشاوية في مرحلتين زفتوا لنكمل لعين الأبو، مع أنه هي مش ضمن نطاقنا ولكن أخذ على عاتقه التزفيت بانتظار طبعا هلأ نية هذا المتعهد نشوف شو لازم ينعمل معه. بس مبدئيا رح تتزفى طريق، ما رح تبقى هيك، ما رح تبقى فتنا. اكيد هيك. نحن الشارع ما دخلنا بالبلديه. ايه مزبوط. انتوا الشارع مزبوط اللي بقى كنيسه الرب. انتوا لانه بعين الابو مش تابع على بلديه بسكنتا، انتوا تابع على قائم مقام المتن، وبعتقد ساعات القائم مقام عم بتتابع كمان الموضوع مارلين حداد بتسفيتها، يعني عم بتتابعها مع المتعهد لنشوف شو بدنا نعمل. يعني إن شاء الله خير. معك حق، طولت كتير وتكسرت سيارات الناس وعدل الغبرة يلي صارت، بس شو بدي أعمل لك إذا ما كان في مراقبة على المتعهد. أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال. ألو. ألو. إذا ما في حدا على الخط حتى ما نأخر معبول. ألو. ألو مدام ربيكا. نعم. ألو. تفضل تفضل. إيه بدي اقول لك بخصوص ريمون. الو. اي مدام ربيكا. انا معك. انا معك. وطي التلفزيون مروان فياض. ايه بس وطي التلفزيون من عندك تقدر اسمعك على الاباري حتى ما يعمل روتور. قل لي شو عندك تعليق على قاله النقيب مروان. اي مدام ربيكا، نحن كنا نرد على مروان فياض. ايه شو اوبر، وعم يحكي عن اوبر انه يهوديه. نعم. صرنا نحن ثلاث ارباع شوفريه بلبنان. هو عم يحكي الشركه اساسا يهودي، ما عم يحكي عنكم انتم، عم يحكي عن اساس الشركه صاحبها يهودي. صاروا عم يشتغلوا مع اوبر. ايه وعم يطلعوا مصاري وصاروا مبسوطين وسياراتهم كلها جديده. اما بالنسبه للموضوع النمر فنحن معه من ايدينه بهالشغله ومبسوطين منه، بس انه لما بيجي صوب اوبر وبيقولوا انه بيتاخذ صراحه أوبر. انا طرحت السؤال عليه لانه احد السائقين اتصل فيي نهار الجمعه وعم يعترض انه كيف اوبر عم تاخذ 25% من يلي بيطلعوا السائق ومحددت له سعر اقل من السعر العادي. بقى انا عم باخذ رايه كنت للاستاذ مروان، بس هو الشكوى اجت من احد السائقين نهار الجمعه الماضي. اهلا وسهلا. نعم تفضل. ما بدك تقول شيء؟ باخذ اتصال اخر. الو. 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 نعم مرحبا. انا بدي اقول لك نعم تفضل. مرحبا. مرحبتين. في عندي شكوى. في شحاد عم يقف بنص التونيل بسكر الطريق حتى يضيق الطريق مشان يقدر يشحد. وين بيا تونيل؟ اي وين؟ بدك تطلع طلعة جسر الملك. اوكي. بس تطلع 50 متر في مفرع على الشمال فوت على أدونيس. اوكي. هو هونيك قاعد؟ في تونيل هونيك، تونيل صغير عم بيبرم تحت الاوتوستراد، بس يفوتوا السيارات بدهم يفوتوا على أدونيس بيبقى واقف بنص التونيل هو. من يومين كنت رح اضرب فيه انا لانه بفوتي بصير عتم.
قلت له زيح واقف على الرصيف، قال لي خلي حدا يسترجي دق في بيعه السياره. لا يعني هلا نين في خطر على سلامته بالليل اذا ما في عتمه بينبلي بينبلي يعني الشوفير بيخترب بيته. اكيد اكيد بيخترب بيته طبيعي. ليك يعني ما بعرف قلت له واقف على الرصيف. نعم قلت له واقف على الرصيف، قال لي احلى ما تضربك شي سياره، قال لي بدا في بايع السياره بخرب له بيته. شو اكيد بيخرب له بيتينه كمان. نحن لا بدنا اياه هو يوقف على الطريق بهالطريقه هيدي، لانه من المعيب يكون اذا رجل كبير كمان عم يشحد على الطريق. احنا يا ريت فينا تخلص هيدي الظاهره، بيكفينا الاولاد يلي كمان يعني بشكله خطر كمان بين السيارات وبالليل، وكمان اذا كان رجل مسن. الله يعين الشوفيرية، اكيد معك حق، بس ما بعرف ليه ما عم يعني خصوصا لما عم بيكونوا متواجدين دائما، مفروض على البلديه على القوى الامن هن ياخذوا هالاجراءات. معك حق باللي عم بتقوله. كمان اتصال بمتابعتنا موضوع بليبل. نحن تواصلنا مع رئيس البلدية الأستاذ إيدي أبو خليل بموضوع الصرف الصحي، لأنه أحد الأشخاص تصل فيها نهار الجمعة وعم بيقول هل نحن علينا أن نساهم وندفع بموضوع الصرف الصحي؟ اللي قال لي رئيس البلدية إنه هيدا المشروع كتير مهم للمنطقة، وكل ما بيتسرع فيه كل ما أفضل. يعني إذا ساهموا الأصحاب البنيات، هن عم يتواصلوا مع أصحاب البنيات إذا بيساهموا بشي بسيط حتى يتشرك على يعني البنيات تشرك على الخط، هيك بسرعة أكتر بيقدروا يحلوا مشكلة النفايات، مشكلة الصرف الصحي هيك ماشي. هذا اللي قالوا، قال إذا كانت أصحاب البنيات عم بيقولولهم في بعض أشياء ما عادت الملك أصحابي اللي معمرة صار فيها ناس هن شارين، عم ينسقوا مع بعضهم، بيطلع على البيت مش أكتر من 10 دولار أو 20 دولار بس على القليلة بهالمساهمة لتشريكهم بالخط الأساسي بتسهل قضية الصرف الصحي ومعالجتها. هذا كان الجواب. كمان في اتصال. ألو ألو مرحبا. مرحبا. أنا في عندي مشكلة مع شركة تأمين، أحد شركات تأمين بلبنان. نعم. طيب أنا عامل حادث، أنا مأمن الزامة وأنا عملت حادث بسطحة قلبت معي. نعم. ودافع للمستشفى مليونين ونص من عدد المصاريف اللي دفعتها للزلمة المصاب. نعم. التأمين ما تكفل إلا ب500,000 وبدني مبدوني على تعهد إنه وصل لي جميع كل شيء صوت حق عنهم. هلا انت عامل التامين الالزامي له سقف ولا بدون سقف عندهم؟ نعم الالزامي بغطي الاصابات. مزبوط مزبوط بغطيها مهما كان. هن ما تكفلوا الا ب 500,000 وبدني مضوني على تعهد. قلت لها انا ما بستلم شيء. طيب وانا بعثت على وزارة الاقتصاد على كذا قال لك شغلة موقع بوزارة الاقتصاد بالنسبة لهالشيء. بوزارة الاقتصاد مثل ما في حماية المستهلك، مش بس حماية المستهلك لقضايا السوبر ماركت نعم. لا كمان في موضوع تأمين، يعني بتقدر اليوم وبكرة أكيد مسكرين بعد بكرة فيك نعم. تتشكى بوزارة الاقتصاد لأنه في مصلحة بتهتم بموضوع كمان التأمين يلي عم بيصير فيه عدم التزام إذا بدك، وهن بيقدروا يتواصلوا مع الشركة وبيشوفوا شو فيهم يعملوا. أوكي باخذ بعد اتصال. الو الو مرحبا. مرحبا من حل عنا برنامج الحل. نعم عنا. نعم تفضل. في عندي شكوى اذا بتريدي معك رئيس بلديه من عكار. اهلا فيك حضرتك رئيس بلديه. نعم رئيس بلديه الغزيلي. ايه اهلا وسهلا فيك. انا في عندي شكوى كنت حكي مع حضرتك قبل على التليفونك السلولير على الواتساب. ايه باي موضوع ذكرني. انا على بلديه حتى انا وياها بنفس الاتحاد. ايه ما تحمل حليت محل رئيس الاتحاد بيناتكم؟ لا بعد ما حليت انا مقدم الشكوى بوزاره الطاقه ولحديت لين ما طلع الكشف. طيب انا بدي ارجع راجع الواتساب، انت حطيت لي رقم الشكوى تبع وزاره الطاقه شيء؟ لانه ما بش اتذكر. لا ما حطيت لك اياها لانه بعد ما حكيت مع حضرتك انا رحت قدمت الشكوى ولي شهرين لحديت طيب. من وزاره الطاقه ما حدا تحرك. ليك شو رح تعمل؟ بالعلم اني انا عندي نبع. نعم نعم عندي نبع بمي بيسقى منه 700,000 متر زراعي. نعم وبتطلع عندي الزراعة 100% من مي نظيفة. نعم لحديت الآن ما حدا تحرك، المي تلوثت من وراء مجرور التليل، ضيعة اسمها التليل حد مني. رئيس البلدية السابق اللي كان قبل حكيت معه، حكينا مع رئيس الاتحاد لحديت الآن ما حدا تحرك. رئيس الاتحاد
صرت حاكي معه يمكن شي 100 مره. مين رئيس الاتحاد عندكم؟ اسمه خليل الاسعد. طيب تقول لك شو رح نعمل. نعم ما دام عندك على الواتساب عندي بعث لي رقم الشكوى يلي تقدمت فيها لوزارة الطاقة حتى نحن نحرك لك إياها. نعم. وإذا قدرنا حكينا مع الأستاذ خليل رئيس الاتحاد منشوف هن شو نظرتهم كمان للموضوع. نعم هو بيقول لي إنه ما أنا من عندي من الضيعة. قلت له يا أخي طيب أنا بحجب مستعد حط خليها تكون الوزارة هي إذا بدك الحكم وتاخذ الإجراء المناسب. خلينا نشوف مع الوزارة ما دام اشتكيت لوزارة الطاقة والمياه. أوكي؟ أهلا وسهلا فيك. صورة اليوم بنشوفها سوا. صورة اليوم من وحي عيد الأضحى المبارك نيلة نادية مصري بتبعت لي هالصورة الحقيقة كتير شمأزينا كلنا اللي بتقول فيها مع احترامنا للشعائر الدينية والأعياد بس إنه الرصيف بيصير مسلخ للأضحية بطريقة عشوائية بين البيوت وتصبح الخواريف بهيدي الطريقة مش مقبول. هالصورة طبعا وضعها بتصرف وزارة الصحة بلدية بيروت لأنه هيدا اللي صار بكراكول الدروس. الحقيقة هيدا نحن أكيد منقدر طبعا الأضحى وبعرف أنه الأضاحي تقدم ومقبولة ولكن مش بهالطريقة هيدا وعلى طريق عام وبين الناس. بعطيكم موعد بكرة دايما عبر الـ MTV. الحل عنا إلى اللقاء.